السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أهم المواقع في الذكاء الاصطناعي mlflow.org، ودي منصة مفتوحة المصدر open source، يعني تقدر تاخد أي كود وتعدل عليه. دي معمولة من سنة 2018، عدد المستخدمين تقريبا 10 مليون مستخدم في نوفمبر 2022، طبعا وصل أكتر من كده دلوقتي. فهو بيتغلب على التحديات اللي موجودة في عملية تطوير النماذج، بيوفر لنا أدوات تساعدنا عشان نبسط العمليات وتسهل التعاون. بيوفر لك الموديل، بيوفر لك الحاجات الأساسية زي التراكنج، بيوفر لك موديل ريجستري، فهو بيساعدك على تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي. زي ما انت شايف بيديك أشكال سهلة ويعمل لك التشارت بتاعتها. ولذلك في يعني ميتا بتتعاون معاه، في تويتا بتتعاون معاه، booking.com، وناس كتير بيعتمدوا عليه في ان هم يعملوا موديل، ان هم يعملوا موديل ريجستري، سيرفينج، ايفالويشن، جنريتيف اي اي. فلو انت ناوي تشتغل في الذكاء الصناعي فده من ضمن المواقع القويه اللي لازم تتعاون معاها. طبعا عندك باي تورش وهاجنج فيس واوبن اي اي، مواقع قويه جدا تقدر ان انت تستعين بيهم في تطوير الموديل بتاعك. ده ال LLM، الديب ليرنينج، تراديشنال ام ال، تخيل بقى في تراديشنال ام ال، ماشين ليرنينج تقليدي يعني. اتمنى الموقع يعجبكم ان شاء الله، وتقدر ان انت تقول له جيت ستارت وتبدا التعامل مع الموقع. هتلاقي توتوريال بقى لكل حاجه، ايه الخطوات اللي انت تقدر تبدا بيها عشان تدخل في الذكاء الاصطناعي والتعلم الالي.